في قاعة انتظار الإركاب بميناء الجزيرة الخضراء انتشر المسافرون، رجال، نساء، شبان وشيوخ وأطفال، مغاربة، فرنسيون وإسبان. صدح صوت نسوي من مكبر للصوت معلنا أن الباخرة التي ستبحر إلى طنجة في الرابعة عصرا ستتأخر إلى السادسة مساء. لم يمر ذلك الإعلان دون أن يثير حفيظة البعض، منهم من علق ومنهم من كان في سكوته تعبيرا عن سخطه. بين المسافرين تكونت مجموعات من 5 أو 6 أفراد. كان ما يجمع بين تلك المجموعات أنها خلت من النساء ولم تجمع سوى شيوخ، كلهم قدموا من فرنسا، من مناطق مختلفة من فرنسا، ولعل أغلبهم من المتقاعدين. من حين إلى حين تسمع ضحكاتهم تلي حديثا صاخبا. كان عبد الجبار زعيمي ذو 65 عاما والقادم من منطقة بيربينيون في فرنسا محور واحدة من تلك الحلقات، كانت بصوته بحة سريعا ما تلتقطها الأذن. وبالرغم من أنه كان يمزج كلماته بعبارات فرنسية كثيرة التشوهات التي تطبع نطقها وتركيبتها، فإن لكنته تشي بأنه ينحدر من دكالة. قامته المديدة وبنيته التي تنزع لتكون قوية من العلامات الأخرى التي تؤكد ذلك. مئات المرات على مدى الأعوام 45 التي أمضاها في فرنسا عبر عبد الجبار زعيمي من ميناء الجزيرة الخضراء. في ذاكرته يحتفظ بكل الملامح التي جسدت التطور الذي عرفه ميناء الجزيرة الخضراء. الآن وبعد أن أحيل على المعاش في العام 2005 استقر بالمغرب في منزله الذي بناه في شارع لسان الدين ابن الخطيب بالجديدة. كثيرون من رفاقه في المهجر يعلمون أن ذلك المنزل الذي يتخذ من طابقه الأرضي محلا للبقالة كان ثمرة سنوات من الكدح وشد الحزام. كثيرا ما نعت عبد الجبار بالبخل، كان يكذب ذلك ويقول إن أصحاب تلك المعلومات ليسوا سوى جماعة من الحاسدين. وحتى يكون أكثر إقناعا ويكون رده لتلك الاتهامات قائما على وقائع، لم يكن يتوانى في تذكير الذين يعلمون وإبلاغ من لا يعلم بجولاته أيام الشباب حين كان يأتي لقضاء العطلة الصيفية بين الأهل والأحباب. كان يشتري من السيارات أجملها وأكثرها لمعانا وقوة، وكان يستطيع أن يوقع في شباكه أجمل الفتيات. كان ذلك في 70ياته و80ياته القرن الماضي. من يرى عبد الجبار الآن لن يصدق أن ذلك الدكالي كان يسدل شعره الطويل على كتفيه ويعتمر من القبعات جميلها وأكثرها غرابة في آن. يذكر بافتخار فاضح كيف كانت الفتيات ترتمين في أحضانه، وكيف كان حين يبلغ سكره مداه يغدق بالمال على الراقصات في تلك الليالي الماجنة. وحتى لا يشوه صورته البعيدة تلك، فإنه بعد كل تلك السنين الطويلة يرفض أن يقر بأنه كان كثيرا ما تعرض للنهب وسلب ما كان معه من مال من قبل واحدة من بائعات الهوى ممن كان يظن أنه ظفر بهن. عبد الجبار زعيمي ذاك ليس سوى ذكرى، الرجل الذي أدركه الزمن وأذاق رأسه الصلع والشيب يعتمر طربوشا من صوف بخس الثمن، التحى ويعتني بلحيته البيضاء، ومن الملابس لم يعد يرتدي سوى ما كان بسيطا لا يلفت إليه الأنظار. في زاوية من قاعة الإركاب في ميناء الجزيرة الخضراء امرأة تمضي بها خطى الزمن إلى 30. كانت ملامح جسمها النحيل تختفي تماما في بذلتها الفضفاضة. وحيدة كانت وقد وضعت أمامها حقيبة من الحجم المتوسط، ثم التحقت بها امرأة بدت في 60. كانت تناديها ماما. قدمت المرأتان من إسبانيا من ألميريا. لاحقا من حديثهما مع مسافرات مغربيات فهم أنهما تعملان في حقول الزراعة المغطى وأنهما تنحدران من الدار البيضاء. من مقعدها في القاعة كانت المرأة الأكبر سنا تتابع ما يجري في تلك الحلقات الصاخبة. توقف نظرها عند تلك المجموعة التي يوجد بينها عبد الجبار. سمعت أحدهم يذكر اسمه. وقفت قالت لابنتها إنها ستتمشى قليلا.
شيء ما كان يدفعها مباشرة نحو تلك المجموعة. توقفت تتابع ما يدور هناك، لم يكن ذا أهمية، الرجال يخوضون في أمور تتعلق بالتأمين الصحي وأخرى بالسكن لا غير. في الآن نفسه كانت تسترق النظر، تحاول أن تستكشف الوجوه. استوقفها وجه عبد الجبار، نظرت إليه مليا، شيء ما بداخلها يوحي لها بأنها تعرفه أو عرفته. لما تكلم حركت نبرته الدكالية في داخلها ذكرى بعيدة. هل يكون هذا الذي استباح الشيب رأسه ولحيته هو عبد الجبار نفسه الذي تحيل عليه تلك الذكرى البعيدة التي توجعها؟ لما سمعت أحدهم يناديه الزعيم أوشكت أن توقن بأنه هو. عاودت النظر إليه من حيث لا يدري، كانت تحاول أن تضع على ذلك الوجه ما زالت تذكره من ملامح عبد الجبار، ذاك الشاب الماجن الذي أوقعها في شباكه. نسيت تعب السفر. هل هيأ لها القدر موعدا مع ذاك الذي زج بحياتها في دروب الضياع؟ كانت الملامح تكاد تتطابق. فعل فيه الزمن ما فعل، ولكنها تظن إلى حد اليقين أنه هو. في العام 75-900 كانت مليكة في العشرين، فتاة لها حظ من الجمال. ذات يوم من صيف ذلك العام، بينما كانت تتجول وسط الدار البيضاء، توقفت بجانبها سيارة حمراء لامعة. كان الذي يقودها شاب يعتمر قبعة غريبة، كان له شعر طويل تدلى على كتفيه. ابتسم لها، كان يحاول أن يقنعها بالركوب معه، ولكنها كانت مترددة، وسرعان ما دخلت أزقة صغيرة، ولكنها فوجئت به يقتفي أثرها، ثم أمسك بذراعها. التفتت إليه، قال لها إنه يريد أن يتعرف عليها. تذكر مليكة أنها فهمت من كلامه أنه يريد أن يربط معها علاقة يكون مآلها الزواج، كذلك وافقت على اللقاء به في المساء. تذكر أنها اختلقت موعدا مع صديقة لها ثم مضت إلى مقابلته. للمرة الأولى ركبت معه تلك السيارة الحمراء، حسبت أنها ظفرت بما لم تظفر به فتيات كثيرات. تعود من ذكرياتها البعيدة تلك، تنظر إلى الرجل المنهمك في الحديث مع رفقته. هل هو عبد الجبار نفسه الذي رافقته خلال عطلته الصيفية كاملة ذلك العام؟ هل هو عبد الجبار الذي لما ودعته حين كان يهم بالعودة إلى فرنسا وعدها بأنه سوف يأتي بعد أشهر لخطبتها؟ وصلت إلى الجرح الذي لم يندمل. كانت ابنتها تلازم مكانها، تتساءل مليكة هل تطبق عليه وتذكره؟ وإذا فعلت هل سيتذكرها بعد كل تلك السنين الطويلة؟ قررت المرأة أن تتريث وأن تقتفي أثره، حتى إذا ما علمت مسكنه تحركت. في داخلها نار تستعر. الذي أمامها الآن هو أبو ابنتها، هو ذاك الذي سعت سنين طويلة لمقابلته علّه يمنح ابنته هوية ويتدارك ما أفضت إليه نزوته ذات يوم صيفي من العام 75-900. مضت ساعتان ثم أبحرت الباخرة إلى ميناء طنجة. رأت المسافرين يستمتعون بالرحلة، ولكنها ظلت تراقب عبد الجبار، حرصت على ألا تلفت انتباه ابنتها. في طنجة كانوا سويا عند شباك التذاكر لإحدى شركات النقل. سمعته يطلب تذكرة إلى الجديدة، فعلت مثله. قالت لابنتها إنهما ستسافران إلى الجديدة. لم تدع لها مجالا للتساؤل، قالت لها إنها ستعلم السبب لاحقا. تعلمت الفتاة منذ الصغر الإصغاء لأمها. أخذ عبد الجبار سيارة أجرة إلى شارع لسان الدين بن الخطيب، كانت تقتفي أثره على متن سيارة أجرة صغيرة. لما رأته ينزل أمتعته ويدخل المنزل، طلبت من سائق التاكسي أن يعود بها إلى المحطة. في ساعة متأخرة من المساء وصلت إلى سكنها في الدار البيضاء. وفي الغد باكرا عادت إلى الجديدة. كانت الساعة تقترب من الزوال حين طرقت بابه. علمت من الذي يوجد في البقالة أنه يسكن الطابق الأول. جاء صوته من الأنترفون، قالت له إنها تريده في أمر شخصي.
نزل الرجل، كان يرتدي عباءة مخططة وقد وضع على رأسه طربوشا من صوف، وقف بالباب ينظر إليها لعله ينتظر منها أن تخبره من تكون وما الذي تريده. مرت عدة ثوان ثم قالت له: ألا تذكرني؟ لا، لا أظن أنني أعرفك. ألست عبد الجبار الزعيمي؟ نعم، ومن أنت؟ سكتت بضع ثوان أخرى. سأعود بك إلى 30 عاما مضت، حيث كان شعرك يتدلى على قفاك. سأعود بك إلى ذلك العام الذي كانت لك سيارة حمراء جميلة. سأعود بك إلى يوم لاحقتني في أزقة المدينة في الدار البيضاء. سأعود بك إلى وعدك لي بالزواج بعد أن أمضيت عطلتك واستمتعت بشبابي. كان ينصت إليها في ذهول. واصلت: لعلك لم تعلم ولم تحاول أن تعلم بعد أن قضيت وترك أنك تركتني حاملا منك. لعلك لم تسأل ولم تكن لديك النية أن تسأل ما الذي حدث يوم ركبت سيارتك ومضيت بعد أن تركت في أذني صدى وعد كاذب وعلى خدي وقع قبلة منافقة منك. ادخلي. كيف لي أن أدخل وآمن جانبك؟ ادخلي. لما تخطت العتبة أقفل الباب. قال لها: تذكرتك الآن، أنت مليكة أليس كذلك؟ نعم، أنا مليكة التي حكمت عليها بالضياع. هل تصدقينني إن قلت لك بحثت عنك في كل مكان؟ كيف لي أن أصدق بعد كل الذي حدث؟ هيا نصعد. بلا تفكير ولا تردد تبعته وصعدا السلم. كان وحيدا في البيت. لما اتخذا مكانهما في الصالون سألته: هل تعيش وحيدا؟ نعم، أنا لم أتزوج، كنت صادقا في وعدي، ولكني حين كنت عائدا إلى فرنسا وقعت لي حادثة سير في إسبانيا. بقيت في المستشفى 4 أشهر، بعدها حاولت التواصل معك ولم أتمكن. نظر إليها، كانت تبكي. قالت: لما أحسست بأني حامل منك بعثت إليك برسالة إلى العنوان الذي أعطيتني إياه، ولكنني لم أتلق ردا. كانت أعراض الحمل تحاصرني، خشيت أن يفتضح أمري. هربت من بيت العائلة، أمضيت عدة أشهر أتنقل بين مكناس وأزرو. كانت أنثى. منذ إذ لم أعد إلى بيتنا. ثم هاجرت إلى إسبانيا وهاجرت مع ابنتي. نعمل في حقول الزراعة المغطاة بألميرية. كما ترى فإن العمل شاق، أعاني من متاعب صحية كثيرة. فاجأها الرجل بأنه يحس بسعادة كبيرة الآن وقد التقاها. قال لها إنه على استعداد للزواج منها والإقرار بأبوته للبنت. بعد أسابيع تزوجها. جاءت تستقر معه في بيته في الجديدة. لم يعد ذاك الشاب الماجن بالنسبة إليه، فإن حياة جديدة بدأت في عصر عمره. عليه أن يتعلم كيف يكون أبا لابنة في 30.